فقط رجل عظيم واحد لا يزال يحتفظ باستقلال كامل عن السادة المسيطرين في أمة 120 مليونا، هو هنري فورد، وإني لأعتبره إلهامي، وأحتفظ بصورة له خلف مكتبي، وسأبذل قصارى جهدي لوضع نظرياته موضع التنفيذ هنا في ألمانيا. ودي كانت واحدة من التصريحات النارية اللي قالها الزعيم النازي أدولف هتلر، وسجلها في كتابه كفاحي في حق الرجل الحديدي الملقب برائد صناعة السيارات في العالم، هنري فورد، صاحب أكبر إنتاجي التصنيع في عصره. ابتكر وسائل إنتاج جديدة في عملية التصنيع زودت مبيعاته بشكل قياسي، فبقى أغنى رجل في العالم. وبعد ما كانت فكرة اقتناء سيارة بتقتصر على الأثرياء فقط، بقت متاحة للبسطاء ومحدودي الدخل. اهتم بعماله وزود مرتباتهم رغم أزمة الكساد الكبير والحرب العالمية الأولى والتانية، وقلل عدد ساعات العمل ومنحهم أجازات كتير وخلاهم يشاركوا في الأرباح. لكن لما فكروا يعملوا نقابات عمالية انقلب عليهم وحاربهم علشان يشيل الفكرة دي من دماغهم. اتعرف عنه عداء الشديد للصهيونية واليهودية، فحارب اليهود وشجع هتلر على إبادتهم، ورفض دخول أمريكا في الحرب العالمية التانية، ولأن اليهود يستحقوا أكتر من كده 1000 مرة، اشترى جرايد ووزع مطبوعات بالملايين على حسابه الشخصي علشان يوضح للمواطنين إن اليهود هم الخطر الحقيقي على البلاد. بدأ حياته ميكانيكي فقير بيحلم إن كل شخص يكون معاه سيارة، ولأنه كان عبقري وبيعرف يفكر خارج الصندوق اتحقق حلمه، وبدأت أكبر الشركات في العالم تقلده، وكانت النتيجة هي تخطيط الرئيس فرانكلين روزفلت لتأميم شركته والاستيلاء عليها. صديقي المشاهد، لو عايز تعرف مين هو هنري فورد الملقب برائد صناعة السيارات في العالم، وتكتشف بنفسك إزاي التحول الجذري ده حصل، وتعرف بنفسك أسباب عدائه لليهود والصهاينة، يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للآخر. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. في يوليو سنة 1863 بيتولد هنري فورد في مقاطعة وين بولاية ميشيغان الأمريكية لعائلة فقيرة مهاجرة من أيرلندا. ألحقوا والديه بمدرسة الحي اللي كانت أشبه بالكتاتيب عندنا، واللي كانت مكونة من غرفة واحدة، والتعليم فيها كان ضعيف جدا، وما كملش دراسته الثانوية، والتحق بدورة مسك الدفاتر في مدرسة تجارية. ولما كان عنده 13 سنة أهداه والده ساعة جيب في عيد ميلاده، وهنا بدأ فورد إنه يستغل وقت فراغه في تفكيكها وإعادة تجميعها قطعة قطعة أكتر من مرة. والتصرف ده لفت انتباه الأصدقاء والجيران، وده أهله إنه يعمل على تصليح الساعات، والفلوس اللي كان بيكسبها من المهنة دي كان يدوب بيوفر بيها الأكل والشرب، وده لأنه كان فقير جدا لدرجة إنه كان بيقطع مسافة كبيرة كل يوم أحد علشان يروح الكنيسة الأسقفية. والحقيقة إنه ما كانش بيروحها علشان الصلاة بس، لا ده كمان علشان بيحصل على واجبة من الكنيسة. وفي سنة 1875 ووفقا لسيرته الذاتية اللي حكاها عن نفسه، فهو حضر حدث تاريخي وقت ما كان عنده 12 سنة، والحدث ده كان تشغيل المحرك البخاري في طريق نيكولز وشيبرت، يعني حاجة كده أشبه بقطارات البضاعة الموجودة دلوقتي. وبالرغم من إنه ممكن يبان موقف عابر، إلا إنها كانت ذكرى مهمة جدا، لأنه كان أول مرة يشوف آلة بتتحرك للأمام من غير حصان أو بغل بيحركها. ومن هنا هيحاول فورد إنه يقلد تصميم المحرك ده في ورشة المزرعة ويبني جرار أو عربة بخارية، إلا إنه لاحظ إن البخار غير صالح مع المركبات الخفيفة علشان المرجل بيكون خطير وممكن ينفجر. والمرجل ده يا صديقي بيكون عبارة عن وعاء ضغط ومصمم لتحويل المادة السائلة لبخار بواسطة نقل الحرارة، وأحيانا بيكون البخار ده بخار مية ناتج عن ضغط ودرجة حرارة مرتفعين، وبيستخدم لتحريك محرك بخاري. المهم إن بعد وفاة والدته سنة 1876 بدأ الانهيار المادي يزيد عند فورد، ولما الفقر زاد عن حده اضطر فورد إنه يسافر لمدينة ديترويت الموجودة في نفس الولاية علشان يشتغل هناك ميكانيكي
في ورشة جيمس اف فلاور، وفعلا سافر سنة 1879 وبدأ يشتغل هناك. ولما أثبت كفاءته في الشغل عرضت عليه ورشة ديترويت دراي دوك انه يشتغل معاهم بمرتب اعلى، وطبعا كان لازم يوافق. وقدر فورد انه يكتسب خبرة اكبر من خلال العمل فيها، ووقتها تعاقدت معاه شركة ويستينغ هاوس علشان يجي يشتغل كميكانيكي محترف، وده لانها كانت محتاجة متخصصين في التعامل مع المحركات البخارية المحمولة اللي كانت بتنتجها. وبعد فترة انتقل لشركة اديسون الومنتينج في مدينة ديترويت علشان يتعين كمهندس في الشركة مش مجرد ميكانيكي. وفضل فورد يترقى لغاية ما بقى من أكبر المهندسين هناك. والسبب هنا يا صديقي كان امتلاكه لحاجتين مهمين جدا وكفيلة إنها تجبر أي صاحب عمل إنه يقربه منه. الأولى هي إنه ذكي ودقيق وقوي الملاحظة لأقصى درجة، والتانية هي إنه بيفني نفسه في الشغل ومخلص جدا لدرجة إنه أوقات كتير كان بيبات في المصنع، وبعد وصوله لمنصب كبير المهندسين بقى عنده الوقت والمال الكافي اللي يخليه يبدأ تجاربه على محركات البنزين. وفضلت التجارب مستمرة لمدة 3 سنين تقريبا لغاية ما قدر في سنة 1896 انه يصمم مركبة ذاتية الدفع اطلق عليها اسم فورد كوادر سايكل. وكان للسيارة دي نقلتين اماميتين وما كانش فيها نقلة خلفية او فرامل، وكانت بتعمل بمحرك عدد 2 اسطوانة رباعي الاشواط ومركب على عجلات دراجة. وساعتها قرر انه يختبرها للقيادة علشان تكون مثالية من وجهة نظره اكتر من مرة، ومع كل مرة كان فورد بيطور فيها اكتر. واثناء الاجتماع الرسمي اللي بيحضره المديرين التنفيذيين تم تقديمه لتوماس اديسون شخصيا، وهنا بيوافق اديسون على تجربة فورد للسيارات بعد ما كانت الشركة مختصة بتصنيع الآلات الضخمة فقط. وبقى فورد بيشتغل على تجاربه بتشجيع ودعم رسمي من اديسون لغاية ما صنع سيارة تانية. وفي الوقت ده بيلاقي فورد ان شركة ويليام اتش ميرفي اللي كانت بتنتج المواد الخشبية في ديترويت بتكلمه علشان تعرض عليه انه يجي يشتغل معاها ويشاركوا بعض. فاستقال فورد من شركة اديسون وراح اسس شركة ديترويت للسيارات بالاشتراك مع شركة الاخشاب، وفعلا بدأوا يفتحوا خط انتاج يطلع السيارات اللي هم انتهوا من تصنيعها. لكن المشكلة هنا ان السيارات دي كانت جودتها قليلة وسعرها اعلى من اللي كان في خيالهم، وده اترتب عليه عدم اهتمام الناس بانتاجهم. وده لان فكرة السيارات بصفة عامة زي ما اتكلمنا في فيديو مرسيدس كانت بدأت تكون مطروحة للجمهور، يعني المفروض تكون ميزتك بتتلخص في سعر اقل وجودة مناسبة، وده كان على عكس انتاج المصنع اللي سعره عالي وجودته منخفضة وبتوصل لدرجة التدني. وعلشان كده بعد سنتين بس بيقفلوا الشركة. لكن في سنة 1901 وبمساعدة رجل الأعمال سي هارولد ويلز بيتم تصميم سيارة جديدة بقدرة 26 حصان علشان يتأسس بعدها شركة جديدة تحت اسم هنري فورد بصفته مهندس رئيسي فيها. والشركة دي كانت بتضم مساهمين كتير، لكن المشكلة إن المساهمين استعانوا بمهندس وميكانيكي اسمه هنري ام ليلاند، وللأسف فورد كان رافض إن الشخص ده يكون مستشار للشركة لأنه كان رافض فكرة وجوب مهندس غيره يعدل على أفكاره، وده اللي خلاه في سنة 1902 يسيب الشركة رغم إنها بتحمل اسمه. وبعد فترة الشركة دي اتغير اسمها علشان تكون شركة كاديلاك المشهورة حاليا. وبعدها اتجه فورد للتعاون مع متسابق سيارات اسمه توم كوبر، واشتغلوا مع بعض لغاية ما بدأوا ينتجوا محركات جديدة بقوة 80 حصان أطلقوا عليها اسم الثلاث تسعات. وكدعاية ليها قرر المتسابق بارني أولدفيلد أنه يستخدمها في سباقاته، وفعلا فاز بيها في سباق مشهور. وهنا يظهر ألكسندر واي مالكومسون اللي كان واحد من صحاب فورد القدام وكان تاجر غني ومعروف، علشان يعرض على فورد انهم يتشاركوا في تأسيس شركة يكون فورد مديرها ويبدأوا يشتغلوا على تصنيع سيارة غير مكلفة. وبالفعل بدأوا يأسسوا شركة مالكومسون. وعلشان يقدروا يعملوا كده أجروا مصنع من غير ما يشتروه واتعاقدوا مع ورشة الآلات كانت على وشك الإفلاس مملوكة لاتنين إخوات اسمهم هوراس إلين دودج وجون فرانسيس دودج، واللي هما أصحاب شركة دودج العالمية لتصنيع السيارات. وفعلا اتفق فورد مع الأخوين دودج إنهم يوردوا له قطع غيار بقيمة 160 ألف دولار سنويا، وبالرغم من إن الرقم ده كان مهول وقتها إلا إن المبيعات كانت بطيئة وبالتالي
شركة فورد كانت مش قادرة على سداد المبلغ المتفق عليه، ولما الأخوين طلبوا بفلوسهم واكتشفوا إنهم اتنصب عليهم حصلت أزمة كبيرة، لكن اتفقوا بعد كده إنهم هيجيبوا مستثمرين لشركة فورد مقابل إنه يأسس شركة جديدة برأس مال 28,000 دولار، وبالفعل تم تأسيس شركة مالكمسون. لكن المرة دي كان الأخوين دوج مستثمرين أصليين فيها، وانتخبوا عم مالكمسون علشان يكون هو رئيس الشركة، وفعلا أنتجوا سيارة جديدة وعرضوها للجمهور وسط الجليد وأظهروا للناس قدرتها الفائقة، وده لأنها قطعت مسافة 1.6 كيلومتر في 39.4 ثانية، يعني سيارة بتتحرك بسرعة 146 كيلومتر في الساعة. واللي قاد السيارة في السباق ده كان بارني أولدفيلد اللي قدر يلف بيها جميع أنحاء الولايات المتحدة علشان يظهر للناس قدرتها ويعرف الجميع قوة المحرك الجديد اللي أطلق عليه اسم 3 تسعات برضو. ومن هنا هتكون علامة فورد التجارية معروفة للناس كلها، وكمان قرروا ينتجوا سيارة جبارة بسعر رخيص، فأنتجوا في أكتوبر سنة 1908 السيارة موديل تي المشهورة جدا. والموديل ده يا صديقي كانت عجلة القيادة فيه على اليسار مش اليمين، والأول مرة كان المحرك وناقل الحركة متغطيين، والسلندرات الأربعة بالكامل كانوا مصبوبين في كتلة صلبة، ونظام التعليق كان عن طريق نوابض شبه إهليليجية. وأحب أقول لك إن المواصفات دي كانت بمثابة ثورة في عالم صناعة السيارات وقتها، لدرجة إن بحلول سنة 1918 كان نص عدد السيارات الموجودة في أمريكا موديل تي. لأن إحنا هنا مش بنتكلم عن سيارات فائقة السرعة وعالية الرفاهية زي شركة مرسيدس اللي مبيعاتها كانت أسطورية وقتها زي ما وضحنا قبل كده، لأ إحنا دلوقتي بنتكلم عن سيارة تمنها رخيص وسهلة التصليح وكمان سهلة القيادة. والحقيقة إن خبر انخفاض سعرها اللي وصل ل 825 دولار وقتها، يعني حوالي 27 ألف دولار حاليا، كان خبر صادم ويفوق التوقعات. والأغرب من كده إن كل ما الإقبال كان بيزيد إنتاج المصنع كان بيعلى، فالسيارة ترخص أكتر، وده في الوقت اللي كانت سيارة مرسيدس بتتباع بأضعاف الثمن ده. إلا إن شركة فورد وقتها علشان تزود المبيعات اتفقت مع كل الصحف إنها تنزل أسبوعيا قصص عن السيارات بتاعتها، وكمان كانت بتأجر أماكن علشان تعلم فيها الشعب أصول القيادة بأسعار رمزية. وعلشان كده مع بداية العشرينات هنلاقي إن أغلب الأمريكان كانوا قادرين يسوقوا السيارات موديل تي. والأذكى من كل ده بقى يا صديقي إنها تلاقي إنها ابتكرت نظام البيع بالوكالة، أو اللي معروف حاليا باسم الوكلاء، ده غير نوادي السيارات اللي بدأت تكون موجودة في كل ولاية تقريبا. وعلى عكس المتوقع هتلاقي إن شركة فورد بقت تستهدف الأرياف وأصحاب الأراضي الزراعية، وقدرت تقنعهم إن المركبة الجديدة هتساعدهم في أعمالهم الزراعية ومتابعة نشاطاتهم التجارية بسهولة. وإحنا هنا بنقول عكس المتوقع، لأن كل شركات السيارات كانت بتبعد عن المواطنين اللي في الأرياف وبتتجه لرجال الأعمال والاقتصاديين علشان هم دول اللي معاهم ثروة تؤهلهم لشراء سياراتهم الغالية. أما شركة فورد فكانت فاهمة كويس سبب امتيازها وتفردها، وهو إنها بتنتج سيارات رخيصة جدا، فمش محتاجة تحاصر نفسها في زاوية الأغنياء، بالعكس دي كانت بتسوق لنفسها أمام البسطاء إن السيارة في متناول إيديهم، وكمان شرائهم ليها هيحسسهم إنهم زي الأغنياء بالظبط. باختصار كده فورد كان عايز الناس كلها تكون راكبة المنتج بتاعه، ومش مهم عنده إنه يبيع 100 سيارة غالية، المهم إنه يبيع 10,000 سيارة رخيصة، ومن هنا يا صديقي هتظهر عبقريته. وده لأن أفكاره في التسويق كانت أسطورية، بمعنى أصح كان بيفكر بره الصندوق، وبدأ فورد إنه يشتغل على مجموعة نقاط كده علشان يقدر ينتج أكبر عدد من سياراته موديل تي، زي مثلا إنه اشتغل على تجميع دقة الإنتاج والأجزاء اللي ممكن استبدالها والتوحيد القياسي علشان تيجي شركة فورد سنة 1913 ويدخل فيها خطوط الإنتاج والتجميع المتحرك، يعني السيارة بيتم تجميعها على آلة أشبه بالقطارات وبتتحرك على قضبان، بحيث ان الفنيين يكونوا ثابتين في اماكنهم. وبكل بساطة فورد اتمكن انه يمد كل مجموعة من العمال بالقطع المطلوبة عن طريق سير محسوب توقيته بعناية فائقة لتمكين خط التجميع من العمل بسلاسة تامة، وقام بتقسيم خط التجميع ل 84 خطوة منفصلة، وكمان قام بدراسة الزمن والحركة لتقدير الزمن المناسب وعدد العمال المطلوب لانجاز العمل، وبقى بيدرب العمال على القيام بمهمة واحدة ويأديها وهو واقف مكانه،
وبعد ما ينتهي من مهمته تتحرك السيارة على القضبان علشان تروح للعامل اللي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا. وهنا بيقول لنا هنري فورد إن فكرة خط التجميع خطرت لي حين كنت في زيارة لأحد الأماكن المخصصة للذبح وتحضير اللحوم في شيكاغو، فقد كانت الذبائح تعلق في ترولي علوي وتتحرك لتقف أمام مجموعة من العاملين، حيث تقوم تلك المجموعة بعملية محددة لاستقطاع جزء محدد من الذبيحة، ثم تتحرك الذبيحة للمجموعة التالية التي تقوم فقط باقتطاع جزء آخر محدد، وهكذا حتى ينتهي المطاف في نهاية الخط بالهيكل العظمي للذبيحة. وهنا تبلورت الفكرة عندي بأن يمكنني تجميع السيارة بالطريقة العكسية، فيبدأ في بداية الخط بالهيكل العظمي للسيارة الشاسيه، ثم تقوم كل مجموعة من العمال بتركيب أجزاء محددة عند توقف السيارة أمامهم بالخط، مجهزين بالقطع المطلوبة ومدربين على تلك العملية المحددة حتى ينتهي المطاف بسيارة مجمعة في نهاية الخط بطريقة أسرع وأدق. وهنا صديقي الفكرة دي وقتها كانت بمثابة ثورة في عالم الصناعة، وأكبر شركات تصنيع السيارات ما كانتش لسه وصلت له، وعلشان كده كانت المكاسب بتوصل ل100% وبتتضاعف كل سنة عن اللي قبلها، لأنه بكده قدر يقلل من زمن تجميع السيارة وبالتالي انخفض سعرها، وده اللي خلاها تبقى في متناول الكتير وشعبيتها تزيد. وفي سنة 1914 أصبح أول سير متحرك ذاتياً بيمكنه إخراج سيارة كل 93 دقيقة بدلاً من 728 دقيقة بالطريقة المعتادة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى كانت نص السيارات الموجودة في الولايات المتحدة من إنتاج شركة فورد، وكلهم كان لونهم أسود، وده لأنه اللون اللي بيجف أسرع فيقدروا ينتجوا سيارات أكتر، لدرجة أن فورد كان بيتكلم عن الموضوع ده في سيرته الذاتية وبيقول يمكن للعميل أن يختار أي لون هو يريده ما دام أسود. وفي السنة اللي انتهت فيها الحرب سلم هنري فورد رئاسة الشركة لابنه إتسل بشرط أن فورد نفسه يكون صاحب القرار النهائي ومن حقه يتدخل في أي وقت. وساعتها حصلت أكبر عملية خداع للمستثمرين، وده لأن فورد كان عايز الشركة تكون مملوكة ليه هو بس ومحدش ياخد أرباح منه، خصوصا أن الإنتاج بقى عالي بعد ما قدرت الشركة على تصنيع 15 مليون سيارة في وقت قياسي. الخدعة باختصار هي أن فورد طلب من شركائه أنهم يبيعوا حصصهم في الشركة ليه والابنه، فرفضوا، فقرر أنه يأسس شركة جديدة تكون ليه هو وابنه فقط، واتفق مع الشركاء أن الشركة القديمة هتفضل زي ما هي. والمثير في الموضوع أنه بدأ كمان يروج لشركته الجديدة ويتعاقب مع المهندسين في الشركة القديمة علشان يشتغلوا في شركته المملوكة ليه هو وابنه بس. والحيلة دي دخلت على الشركاء كلهم، وطبعا وافقوا على بيع حصصهم لأنهم عارفين أن الشركة هيكون سعر أسهمها برخص التراب بعد افتتاح فورد وابنه لشركتهم الجديدة، وبكده أصبح فورد هو المالك الوحيد للشركة بعد ما كان مجرب مساهم فيها. وساعتها اشترى شركة لينكولن موتور اللي كانت مملوكة لهنري ليلاند مؤسس كاديلاك، وفي لمح البصر بقى فورد هو المهيمن على مجال صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن فورد كان دايما على خلاف مع ابنه إتسل، وده لأن إتسل ابن فورد كان عايز يسوق للأثرياء، يعني عايز يبيع سيارات فاخرة وفارهة للطبقة الراقية، أما فورد فكان عايز يبيع للطبقة المتوسطة والفقراء، ده غير أنه كان عايز يسوق منتجه بسعر رخيص وبدون رفاهية للمواطنين العاديين. في الوقت ده كانت شركة جنرال موتورز بتتصاعد بسرعة رهيبة، خصوصا أنها كانت بتملك ميزة تنافسية، وهي أنها كانت بتنتج سيارات لكل الطبقات، فهتلاقي أنها بتنتج السيارات الفارهة للأغنياء وبرضو بتنتج السيارات العادية للفقراء، عكس فورد اللي اهتم بالبيع للفقراء بس. لكن مع منتصف العشرينات بدأ فورد يشتغل على تصنيع طراز جديد، وترك مهمة تصميم الهيكل الخارجي لابنه واستعان بمهندسين محترفين وحقيقيين، وده لأنه مش مهندس حقيقي. الحقيقة يا صديقي إن فورد كان فاهم حقيقة نفسه كويس، وعارف كويس إنه بمثابة فني ذكي، وعلشان يقدر يطور إنتاجه لازم يستعين بمهندسين دارسين وعارفين إزاي يقرأوا مخططات على الورق، أما هو فما كانش بيفهم أصلا في قراءة المخططات. وبالفعل أنتج محركات ذات 8 اسطوانات ذات الشكل V اللي كانت مبيعاتها أسطورية، ووصلت لأربعة مليون سيارة في وقت قياسي. وبعد 4 سنين تقريبا أنتجوا الموديل A، وبدأ فورد يقلد شركة جنرال موتورز في تغيير الطراز سنويا،
وأضاف الفرامل الهيدروليكية والأسقف المعدنية بالكامل. وقتها قدر فورد يجمع أكبر ثروات في العالم، وده للأسف كان بدون الاستعانة بمحاسبين لأنه مش بيثق فيهم. حرفياً ما كانش عارف هو بيدخله كام شهرياً ولا سنوياً، وكان معتمد على ذاكرته ودفاتره الشخصية وبس، لكن هو كان عارف إن الإجمالي في جميع الأحوال مبلغ رهيب جداً. وهنا يا صديقي فورد بيقرر إنه يتحدى شركة دوج وشركة فورد ميركوري، وفعلاً هيصمم فورد موديل جديد اسمه بويك وينافسهم. والحقيقة إن فورد عمل كده علشان بس يبقى صنع سيارات فارهة بمحركات جبارة، لكن من جواه ما كانش مهتم، هو كان عايز يبيع بسعر رخيص للبسطاء وخلاص. وبالنسبة له فهو كان شايف إن السوق ده أهم، وده لأنه كان مقتنع بأن المكسب الحقيقي في المقولة المشهورة اللي بتقول بيع أرخص تكسب أكتر. والسياسة دي هي اللي خلت شركته تنمو بسرعة رهيبة، وأجبرت الناس على أنها تساهم فيها برؤوس أموالهم. والأهم من ده كله هي سياساته في تقليل عدد العمال مقابل تعيين الكفاءات والاحتفاظ بالعباقرة بس. وفي المقابل كان الفنيين بيتوافدوا على مصنعه لأنه قدم ابتكار جديد قدر من خلاله أنه يغير مفاهيم الصناعة. فعلى سبيل المثال كانت بعض المصانع بتعين 300 عامل لأداء 100 وظيفة، وده لأن حركة الدوران كانت تقيلة، والعامل ساعتها كان بيضطر أنه يتحرك من مكانه لمكان تاني علشان يتابع خط سير الإنتاج. لكن بفضل سياسات فورد أصبحت الإدارات بتعين عدد بسيط من العمال، لأن خط الإنتاج المتحرك كان بيخلي العامل ثابت في مكانه، والسيارة هي اللي بتوصل لغاية عنده، وبكده العامل ما بيبقاش مطلوب منه غير تأديب مهمته المطلوبة وبس، واللي بعد ما بيخلصها هتبدأ السيارة تتحرك للعامل اللي بعده وهكذا. والأجمل من كده إن وقت الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة بتمر بحركة ركود، والكل كان بيقلل المرتبات وبيستغنى عن العمال. أما فورد فأصدر إعلان بيعتبر بمثابة ثورة لحد النهاردة، وده لأنه رفع الإيجور من 2.5 دولار يومياً ل 5 دولار، وده يساوي حالياً 150 دولار يومياً، يعني 4500 دولار في الشهر، في الوقت اللي الركود كان مسيطر على حركة الصناعة. والتصرف ده أجبر المنافسين على رفع أجور عمالهم هم كمان، وساعتها بدأ فورد يسوق لمنتجه عند العمال نفسهم، والعامل كان بيتحمس وبيشتغل من نار علشان عارف أنه بعد فترة بسيطة هيكون عنده سيارة من اللي صنعها بنفسه. ولما لاحظ فورد أن المنافسين بدأوا يقلدوه قرر أنه يعمل حركة أذكى، وهي أنه يوزع جزء من الأرباح السنوية على العمال. والخطوة دي كانت ثورة برضو في مجال التوظيف والتشغيل، خصوصا أنه كان بدأ يعين محققين علشان يتابعوا سلوكيات العمال، وده لأنه كان رافض حد يكمل معاه في الشركة وهو مدمن على الخمر أو القمار لدرجة أنه كان مانع التدخين فيها. بمعنى أصح هو كان عايز العامل اللي شغال معاه يكون ملتزم أخلاقيا، عشان مهما العامل حاول يفصل بين الشغل وبين حياته الاجتماعية الفاشلة فالآثار السلبية هتوصل برضو للمصنع، وفورد ما كانش عايز كده. وقد يبدو تصرفه ده بمثابة تدخل في الحياة الخاصة للموظفين، إلا إن بمرور الوقت تصرفه عزز علاقته بينه وبينهم، وبدأوا يحسوا إنه زي أبوهم، والفلوس لما كترت في إيديهم رغم إن شغلهم بسيط وما فيهوش مجهود عزز علاقتهم الاجتماعية مع أهلهم وأصدقائهم وجيرانهم، فحبوا الشغل أكتر وبدأوا يحسوا إنهم في بيوتهم مش شغالين في مصنع عند رجل أعمال. فعليا كانوا بيحسوا إنهم شركاء مش موظفين أو عمال، خصوصا لما بدأ فورد إنه يقلل ساعات العمل كمان، وبعد ما الكل كان بيلزم العامل إنه يشتغل 48 ساعة أسبوعيا بمعدل 8 ساعات يوميا ويوم الحد أجازة، بدأ فورد يؤمر بمنحهم أجازة أسبوعية لمدة يومين، يعني 40 ساعة أسبوعيا. وبمرور الوقت وصلت ل 26 ساعة، احنا هنا بنتكلم عن 5 ساعات يوميا، ده غير يومين أجازة. وبشكل أو بآخر تقدر تقول إن فورد هو أول من ابتكر نظام الأوفر تايم، يعني مسموح لك تشتغل أكتر وتاخد فلوس أكتر لو عايز. والعطلات وأوقات الفراغ لما زادت فكر في إسعاد العمال فيها عن طريق منحهم رحلات مجانية وسفريات بأسعار مخفضة، وده انعكس بالإيجاب على نفسية العامل، لأن المراقبين لاحظوا إن العمال بترجع من الأجازة نفسيتها مفتوحة على الشغل، وده كان بيزود الإنتاج بشكل رهيب. وهنا بيقول فورد معظم الناس يضيعون وقتا كبير وطاقة عالية في الدوران حول المشاكل بدلا من محاولة حلها. المشاكل هي تحدي لقدراتك، فالمشكلة تظل مشكلة حتى تحل، والحل
هو الجائزة للشخص الذي ساهم في حلها. بدلا من تجنب المشاكل، يجب علينا أن نواجهها ونرحب بها، ومن خلال التفكير الصحيح نجعلها تعود علينا بالنفع والمكسب. وهنا يا صديقي لو جينا نفتح كتابه مع بعض واللي اسمه حياتي وعملي، هنلاقي أن فورد كان بيعارض فكرة النقابات العمالية وشايفها بتضر بمصلحة المؤسسات وبمصلحة الموظفين، وده لأن قادة النقابات هيحاولوا يخلقوا أزمة من لا شيء ويخلقوا فرقة بين العمال وصاحب الشركة علشان يفضلوا قادة، والموظفين هتتبعهم وتبدأ تحس تدريجيا بضيق وتذمر، رغم أن الموضوعات المطروحة بتكون في الغالب لا تشكل ضرر أو منفعة حقيقية ليهم. وقال أن كفاية يكون المدير عادل وعارف إزاي يقرب العمال منه ويحتويهم ويحل مشاكلهم، بدل تشكيل نقابات تفضل تحرض وتوسوس للعمال بهدف تنفيذ أجندات شخصية زي الشيوعيين والماركسيين وغيرهم. لكن هنا هنلاقي أن فورد عمل غلطة كبيرة لما قام بتعيين ملاكم اسمه هاري بنت، وكانت وظيفته كلها بتتمثل في السيطرة على العمال اللي بينادوا بتأسيس النقابات العمالية وترهيبهم. ومع ظهور أزمة الكساد الكبير في بداية الثلاثينات، قامت مسيرة ضخمة من العمال بالتوجه لفورد علشان يطالبوه بتحقيق 14 مطلب هم عايزينه، وللأسف اتفتح عليهم النار ومات منهم 5 واتصاب 60 غيرهم. وساعتها الصحف كلها نقلت الأخبار وصور القتلى والجرحى، والموضوع بقى حديث الساعة في الولايات المتحدة، والكل بدأ يصوروا على إنه همجي وبيتصرف مع العمال اللي عنده كأنهم عبيد. ولكن الحقيقة ظهرت بعد كده، واتقال إن اللي فتح النار هو رئيس قسم شرطة مدينة ديربورن، أما حراس المصنع والشركة فكانوا مسالمين، واللي منهم فتح النار كان واخد القرار من دماغه ومحدش رجع لفورد قبل ما يعمل كده. وبعد جدال عنيف استمر لسنين بين فورد وابنه اتسل مدير الشركة اللي كان بيضغط على والده علشان يوافق على تأسيس النقابات كمحاولة للسيطرة على المهندسين والميكانيكيين والفنيين وغيرهم، اضطر فورد في النهاية انه يوافق، وبدأ رحلته الجديدة في عالم الصناعة من خلال اقتحام سوق تصنيع الطائرات، فاستحوذ على شركة ستوت ميتال الجوية وبدأ يصنع الطائرات، واللي كان اكثرها نجاحا هي طائرة الركاب فورد 480 تريمتر بسبب تصميمها المعدني المموج، وكانت بتحمل 12 راكب، لكن تم غلق المصنع بعد أزمة الكساد الكبير. وفي 13 يناير سنة 1942 حصل هنري فورد على براءة اختراع لتصنيع سيارة ذات جسم من البلاستيك وزنها أقل 30% من السيارة المعدن، وفضلت شركته بتنمو بازدهار لغاية ما توفى ابنه اتسل سنة 1943 بسبب السرطان عن عمر يناهز 49 سنة. فحاول فورد انه يسيطر على الشركة بنفسه من تاني، الا انه تعرض لسلسلة من السكتات الدماغية اثرت على قدرته العقلية، فتم تهميشه والقرارات كلها بقت تتاخد بدون الرجوع ليه. يعني نقدر نقول ان القرارات كانت رسميا باسمه، لكن فعليا الشركة كانت تحت سيطرة مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين بقيادة المهندس تشارلز سورنسن، بالإضافة إلى مدير الأمن الملاكم هاري بنت رئيس وحدة الخدمات في الشركة، والملقب بالقوة شبه العسكرية اللي كانت بتتجسس على موظفين الشركة بغرض فرض الانضباط عليهم. وفي سنة 1945 هنلاقي كلارا زوجة فورد وأرملة ابنه المتوفي بيطلبوا منه التنازل عن الإدارة، وإلا الشركة هتتعرض للإفلاس لأنها بتخسر حوالي 10 مليون دولار شهرياً، خصوصاً إن الرئيس فرانكلين روزفلت كان بيخطط للاستيلاء على الشركة لتحويلها شركة حكومية علشان يضمن إن الإنتاج الحربي ما يتوقفش. وفعلاً هيتنازل فورد عن الإدارة لحفيده هنري فورد الثاني اللي قرر إنه يطرد الملاكم ومدير الأمن هاري بنت فوراً، وفضل هنري فورد متقاعد في بيته لمدة سنتين بعد ما بلغ 80 سنة. الغريبة إن موقفه من اليهود كان غير طبيعي، لدرجة إنه كان بيقوم بكتابة عدد من المقالات وبيوزعها ورقياً على الناس علشان يحذر الأمريكان من خطر اليهود، واتجمعت المقالات دي بعد كده في مجلد ضخم تحت عنوان اليهودي العالمي الأزمة الأولى في العالم، والمجلد تم ترجمته للغات كتير وبقى هو حديث العالم كله. والأهم من كده إن مع ظهور النازية هنلاقي إن هنريك هيملر بيوصف رجل الأعمال هنري فورد بأنه أكثر أعدائه ذكاءً، لأنه فهم مدى حقارة اليهود وخبثهم ودنائتهم، والاتنين اتفقوا على أحقية العالم في إبادتهم، والشخص الوحيد اللي مدحه هتلر في كتابه كفاحي كان هو هنري فورد،
وقال عليه إنه مصدر إلهامه، وأكد في خطاباته إنه هيضع نظرياته حيز التنفيذ في ألمانيا. ويكفي أقولك إن فورد طبع 500,000 نسخة على حسابه من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون علشان يعرف الناس إن اليهود هم أخبث البشر على وجه الأرض. ومجلد فورد كان بيتم طباعته في ألمانيا من أموال دافع الضرائب باعتباره مرجع بيؤكد مدى صدق كلام أدولف هتلر. ودعا فورد الحكومة الأمريكية إلى عدم التدخل في الحرب العالمية الثانية، وصرح بأن اليهود هم السبب في اندلاع الحرب العالمية الأولى، وإنه من الأفضل الوقوف جنب الجانب النازي ودعمه. وهو بالفعل كان بيصنع الطائرات والمركبات وبيصدرها للحكومة النازية في الحرب العالمية الثانية، وفي نفس الوقت كان بيصنع لبريطانيا وفرنسا طالما المستورد مش ألماني. وفضلت الصراعات بين فورد واليهود مستمرة لغاية ما توفى في إبريل سنة 1947 إثر نزيف دماغي عن عمر يناهز 83 سنة. وبالرغم من نجاحه واعتباره أسطورة في عالم الصناعة، إلا إن سيرته الذاتية لم يتم تسليط الضوء عليها عن عمد بسبب عداءه الشديد للسامية والصهيونية، لكن هتفضل كتب المؤرخين تخلد اسمه باعتباره رائد صناعة السيارات في العالم. وبكده تكون خلصت حلقتنا. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيع ايه تانية نعرضها في القناة. ما تنسوش كمان تشوفوا المواضيع اللي فاتت وتستنوا المواضيع اللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.